لهون وبس، مليت من لعبة القط والفارية اللي كنا عم نلعبها، ومشان أقدر كمل الشيء اللي عم خطط له لازم جيها تبعد عن طريقي. نحنا كلنا كنا نتحدى بعض بآخر فترة مرقت علينا، بس هالمرة عطيتهم تحدي بحياتهم ما بينسوا، وهالتحدي رح يكون آخر تحدي لجيا وللعيلة. أنا آسفة يا أرجون، أنت ما قدرت إنه تكون إلي، وجيا ما قدرت تكون إلك وما رح تكون بحياتها. باقي لك كم دقيقة لحتى تعيشيهم يا جيا، لأنه صار الوقت إنك تاخدي آخر نفس إلك. أخي دورنا بكل مكان وما لقينا للبابا. طيب وين ماما؟ أرجون، لقيتوا أبوكن شي؟ وين بدنا ندور عليه؟ بيني على شو عم تطلعي؟ شبك، هدول علامات دواليب سيارة، ليش عم تطلعي فيهم؟ عم اطلع عليهم لأنه رح يساعدونا. صراحة كان في سيارة صافية هون من شوي، وعلامة هدول الدواليب بيودوا لبرقة هذا المكان. بيني قصدك تقولي إنه هنن أخدوا بابا من هون؟ ماما اهدي شوي ولا تفقدي الأمل، اطمني رح نلاقي بابا. بس دقيقة، وين جيا؟ بجوز تكون عم تدور على البابا يا أخي، رح دقلها لجيا وشوفها. ما أنا عم ترد. طيب وين بدها تكون راحة؟ لحظة، شفتها من شوي رايحة للقسم يلي هنيك، نروح ندور عليها؟ ايه طبعاً بنا. يلا يلا. علق معي الخط بس ما أنا عم ترد. حاول مرة تانية. موبايل عم يرن. لحظة استنى شوي، دقيقة، هذا موبايل اللي عم يرن. الحقوني. تعا جيا 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 جيا. أرجون، ليكو موبايل جيا. رجال العصابة أخذوا عمه بالسيارة يا أرجون. معناتها جيا شافت رجال العصابة لما كانوا عم ياخدوا بابا من هون، وقبل ما تبعت لنا هي الرسالة ضربوه على راسه بهي الحجرة.